رجل مبتلى بعدة معاصي، يشرب الخمر ويلعب القمار ويسرق متاع الناس، كم المعصية الآن؟ ثلاثة. وكان هناك بعض المربين يحاول معه وأن يعينه على تقوى الله وعلى طاعة الله، فقال له نبدأ بأشد هذه الأمور. أشد هذه الثلاثة ما هي؟ شرب الخمر. الخمر هو أشدها، أم الخبائث. وفي ذلك قصة يرويها بعض أهل العلم أن امرأة كانت تراود رجلا على نفسه وتطلب منه الفجور، فكان يمتنع ويتسلق في موقفه ولا يطاوعها، فبقيت معه مدة وهو لا يستجيب لها، وأوحى إليها إبليس أن تشربه الخمر، فإذا أشربته الخمر فعل كل شيء. وفعلا أشربته الخمر، فلما شرب الخمر ولعبت برأسه فجر بها وقتل. وهنا يقول العلماء إن الخمر أم الخبائث، وأنه مدعاة للفجور ومدعاة للقتل ومدعاة للسرقة ولكل شيء. إذا جئنا إلى رجل ابتلي بعدة بلاوي، نبدأ بأكبرها كالخمر ونحاول معه أن يتركها وأن يتوب منها، وأن يحاول الناس معه وأن يعينوه على تقوى الله وأن يصاحبوه، لأن مرافقة العصاة لأجل هدايتهم لك فيها ثواب. وقد علم أن العاصي كالصغير، اشتي العاصي هو كالطفل الصغير. الواقع في هذه الأشياء، الحشيش ما الحشيش والخمور، عقله كعقل الطفل الصغير. وميزة الصغير، الطفل الصغير، أنه ينسى بسرعة. تقول له لا تفعل يا بني هذا الشيء، تمر عليه نصف ساعة ساعة يعمل نصف قضية ينسى، فلا يتذكر التربية أو النصي فيقع في المحظور ذاته. وهكذا قضية صاحب هذه المعاصي، أنه مثل الطفل، فإذا رافقته وحذرته باستمرار وضيقت عليه أوقاته لا تتركه وحده، عسى أن يألف الطاعة وأن ينفر من المعصية، عسى أن يكون كفي ثواب. لكن إحنا خلاف ذلك، إحنا بسرعة نترك العصاة ونخليهم حتى الكلام لا نتكلم. والعصاة هناك آداب يتعامل بها مع العصاة، عسى أن يتراجع العاصي عن عصيانه.